لا زالت أزمة التيار الكهربائي تضرب عصب الحياة في كل أرجاء البلاد، وقد تسببت الأزمة بزيادة عدد ساعات قطع التيار الكهربائي يوميا إلى 12 ساعة، مما يدفع السكان إلى البحث عن حلول لا سيما عبر المولدات الكهربائية التي باتت مشهدا مألوفا أمام بوابات المحلات التجارية والمنازل السكنية بفعل انتشارها وضجيجها الكثيف، آخرها عم الظلام أمس على كافة مدن المنطقة الشرقية بداية من مدينة بنغازي وضواحيها إلى مدينة طبرق. استمر هذا الانقطاع لساعات طويلة حتى بزوغ الفجر، وعزت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي سبب انقطاع التيار إلى وجود عجز في إنتاجية الكهرباء من محطة شمال بنغازي، معلنة أن الوحدة الرابعة في محطة الكهرباء دخلت للخدمة بعد انقطاعها لمدة يومين، وأن وحدتين فقط تعملان على الشبكة في محطة شمال بنغازي. وأضافت أن الإنتاج الحالي لتوليد الكهرباء ضعيف جدا مقارنة بالإنتاج المطلوب، هذا فيما بدأت عودة الكهرباء تدريجيا إلى بعض مناطق بنغازي مساء اليوم. انقطاع التيار الكهربائي مؤخرا أصبح أزمة تواجه كل بيت ليبي وكل صاحب عمل، فهل ستبقى هذه المشكلة محل سجال إعلامي فقط، أم سنرى حلولا تنهي الأزمة من جذورها؟